بعرف ما بحس اخر حلقه لانه بعدني عم شوفه للشباب يمكن على الهواء اخر حلقه بس رح ضل التقى فيه لانه وين طالعين على الاردن 12 يوم بخلقني عباس شاهين عباس نعم اخر حلقه تعبان لانه اخر حلقه تعبان عن جد في استراحه يعني في شيء اسمه استراحه بس الاجواء حلوه تبعت اخر حلقه عم تكون تحس حالك كانه بالمدرسه اخر السنه وبكون هيك عم بحضر حالهم تعمل في حفله حاسه كنت ما مصدق انه رح تخلص اي حياتك يس ما كثير رح اشتغلكم لانه انا على السناب بندات حبيباتي رح يكونوا معي ايه على الموسم اخر حلقه بهالموسم خلقونا بالموسم الجاي بنحبكم كثير بحبكم بتعرف نحبكم يطول عمرك يا ابو فارس امي نايمه دقي خلي لي اياك امي نايمه نوم الهنا مع مين عم بحكي انا على البلكون بدك زياده عوين بدك كبر عوين او كنتوا واقفين بين هيك في ضهره من هون هيك انطوني رح تفش كاميرته هلا حبيبي بس مش أكشن. والله يا ريت ما وصف ولا كلمة ولا كلمة تنزلي من السيارة بتترك المفتاح بقلبها وبتنزلي شو عم تعمل انت بيه مثل ما سمعتي يلا هالسريع لشوفها لك قوموا لا بعد ناقص شو فكرك تخوفني انت بسلاحك يعني لك حامل فرض عم قلك ها لك روح يا عمي لك عجل انزلي عم قلك ما تقولي لا روح يا عمي ولا روح يا خالي انزلي اللي بنزل بدعوسك انت وياه بعد ما بتعرفوني شو بتعملي ايه هدي هيدا تنزلي هلا ولا شو يا حرام شو يا حرام ويا شو فكرك انت من عقلك انت وياه سلاح رح يخوفنا يعني لك والله بقوس انا ها ايه قوس هدي خذها ما عم تخاف هدي يا خيي بعده بجيب لي زلي عمل لي هلا شو رايك خفت كثير هلا لانه اكبر عن كل شوي بتكبر يعني ما فهمت انه فكرك تخوفني فكر مالك مالك خايفانه بتحلى امبل لك هدي بقول لك وحياه الله بيفتحها بفجرك وبفجر الدنيا كلها افتحها اذا رجال افتحها اذا رجال افتحها شو هذا انتهائك ما راح يمشي حالك ما راح يمشي حالك هيك ما رح يمشي حالك الا بالسلاح الثقيل شو بدك تجيب لي دبابه؟ بدي اجيب لك دبابه؟ يا ريت رح اجيب لك دبابه خليكي لحظه بس يا زلي هقول لك زلي فوت لا فوت عم صوت لك سوري خيي عن جد سوري وينك؟ اخرت عليك غدا رح نصير رح نتعشى بعد شوي انا وياكي حياتي عجقة سير مخيفة شو بعمل؟ اختي وين كنت؟ كنت بالشغل وهلا جيت؟ شو يا قلبي؟ انا ما تنأذي قطشت اصبعي شو صار معك حياتي؟ ضربتك سيارة يعني؟ يا حوي حدا طبش البيب على اصبعك؟ لا يا قلبي لا شو صار؟ تقبرني انا قطشته رحت على المستشفى قطشوا لي هذا الاصبع هذا الرابع انت قطشته؟ انا قطشته شو مجنون انت خيي؟ لا اختي لا ليه قطشته؟ لانه خلصنا بقى عم بيتقدموا لي نسوان وكذا بده يتجوز تعال تجوز هي قصه الجيزه بدي اشيلها من راسي قطشت اصبعي ساعتها هيك بيفهموا انه ما فيني احط محبس خلصنا هي قصه الجيزه والله ايه بتحطه بتاني اصبع يعني شال فلسوف عملت حسابي قطشت التاني كمان قطشت اصابيعي ساعتها لا جيزه ولا خطبه خلصنا بقى كرايتك دخلت كل ما بنحكي مع بنتنا بدي اتجوز بدي اخطب خلصنا ما في اصابيع ما في محابس احلى شيء خيي بتعمله يلا بكره بتصاحب بتتسلى حتى صاحب ما راح صاحب ليه ما راح تصاحب ما عم بفهم قطشنا كل شيء لا انت بيك شيء مجنون بالمره خلص اختي خلصنا ولما تكون قلبت لا ما مش هيك بس عندك شيء فليني مش عايزتيها حرام انضرب خيي لذيذ كثير هالمحل على فكرة مهضوم كثير كأنك قاعدة بالجنينة عندك بالبيت مسفق الهوا كأنك حاطط اي سي شفت عن جد عمي شو قصته هيدا طيب شو بكى هيدا من اول ما قعدنا هو ما شايل عينه عني من هو هيدا اللي قاعد هونيك
عم شو وقع شو منك معبيله عين عم معبيله عينك يعني عينه مدري شو بقول مثل شو سارد عليك يا هذا ما شايل عينه بس بلا ما شايل لا لا خلص منك ريس نعم وين سارد على صاحبتي عم تطلع على صاحبتي نعم عم تطلع على صاحبتي لك ساعة سارد عليها لا 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 سوري وحيد انا عم بطلع سارد بس مش عليها ما انا عم بطلع هيك عم بس ما انتبهت عن جد ما انتبهت ايه طيب طلع صح. غير محل اذا بتريد طيب طيب خلص ما بدي طلع نزول خي طيب بس مش بقصدي يعني مش انه قصدي مفوكس عليها يعني لا انه ما بدنا كثير يعني طيب طيب فهمت علي طيب فهمنا خلص بسيطة ما راح اطلع عليها عم شو سعيد ايه شو بدنا نعمل عشية عشية؟ عبالي اقدر هيك غير جو لا هيدا كثير وقع حياتي عن جد مش معقول قاعد بيطلع علي من تحت يعني معقولة قاعد عم ببصبيص الله يصبرك يا روح ريس قلت لك تطلع غير محل عم تطلع على اجرين صاحبتي لا عم لابسه تنوره عم بتبصبيص يا استاذ عم بتطلع على الارض قلت لي ما تطلع علي انا مش عم بتطلع قصدا علي ما بس ما تطلع هيك طيب بس انا أوكي. مش قصدا انا سارد نزول هيك. بس مش علي ما تسرد ما فيك تسرد نزول طيب طلع غير محل هيك او هيك طيب بالاذن طيب. ما تاخذنا طيب بس مش معقول هالوقيحه يعني عينك بنت عينك عم تقولي لي الليله الليله رح نعمل العمايل عجب يا لطيف يا لطيف شو رح اعمل فيك الليله لا كثير هالقد حياتي شوفي عم بتسمع علينا ما معقول لا انتو ما راح يفهم طب يا خيي خير انه قلنا لك ما تطلع طلوع عم تطلع هيك وكاب الدينه طب عم تتسمع حديثنا كمان كاب شو دينتك دينتك هاي عمل هيك وكاب الدينه يا خيي ما عم بتطلع فيكم انا عم بتطلع هيك طب طب شو بدك طيب يا خيي ما تطلع طيب. لا هيك ولا هيك ولا هيك طيب طيب ها او عم تتلقمن كمان عم تطلع طلوع يا خيي وين بدي اطلع الفنان اللي في اللي فيش فيها العادل ما تخبر مين؟ تفضل صباح الخير حضرة المدير اهلا يا صباح الخير يا صباح الانوار والخيرات شو في خير ان شاء الله قبل الضوء شو في خير ان شاء الله حضرة المدير بس جايك انا بخصوص الكونترا تبع لحظه 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 يا ابني لحظه ما شايفني بعدني عم باخذ فنجان القهوه وعم دخن بس تفتح راسي بالاول شوي قبل الضوء دغري اعطينا شويه مجال بس انه قلع سوري انه هلا بشرب فنجان قهوه ومعك كل النهار سوري حضرت المدير كل النهار انا وياك على مسيو مين انور انور اوكي في عنا غير زبون لا طيب اعطيني مجال بس اخلص هيك بس افتح راسي انا وياك بعتذر منك يلا يلا بعتذر منك يلا بيجي النشاط من قبل الضوء حضرت المدير نعم بخصوص الكونترا بس يا حبيبي يعني بدك تقلك تقراها وتمضيها انا اذا ما فتح راسي مزبوط ما بقدر اخذ واعطي بكونتريات هلا هيدي رابع سيجاره وهيدا ثالث فنجان بس بعده راسي مسكر ما فتح طيب هلا لما يفتح راسي بنشوف مسيو بطيخ مسيو انوار انوار طيب. هلا برجع لعندك طيب ماشي. طيب ماشي. طيب ماشي. شو في ورانا سوري سوري ما واحد راسه مسكر بكون عم الضوء هذا حضره المدير يا واقعة بخصوص الكونترا تبعه للسيد انوار خي في شيء وراك انت يا حبيبي لك بعده راسي مسكر شو بدي اقول لك يعني اكثر من هيك عم بشرب هلا هيدا الفنجان الخامس وهيدي ثاني علبه راسي مسكر قبل الضوء ما في انا بدي تفتح راسي بالاول ماشي تقدر اخذ واعطي معك بعتذر منك ما تعصب كل ما هو راسي مسكر ما راح اقدر اخذ انا وياك بالمسيو بطيخ ما تعصب مسيو انوار خلص ما تواخذني تفضل خلي يفتح راسه يفتح. ورجع تفضل يلا بيفتح يا الله اليوم يا الله اليوم حضرة المدير نعم هيدي الكونترا يا حبيبي بدك بس اقراها لنمضيها بعده راسي مسكر ما عم يفتح يا خيي لما يفتح راسي بنحكي انا وياك بالكونترا روح ارجع تاع بعدين لك شو بدي ارجع بعدين صارت الساعه 6 وخلص الدوام بدنا نسكر الشركه ديجا
لك ايه ديجا اوريدي صارت 6 عن جد عم تحكي؟ لك ايه صارت الساعه 6 بدنا نسكر روح وطع وطع وروح بس بعد ما فتح راسي ليك حبيبي بكره بكير الصبح لك اي بكره صرنا جمعه هالحاله كل مره صرنا 7 ايام 8 ايام اه والله روح وطع الله يفتح راسي وتحط لي الفنجان القهوه بتطرق بها الدخان طب ما كونترا بده ينمضى طب ما بينفتح راسي لك ينفتح يبعت لك مين يفتح له هالراس شو هالشركة ما هي كيف صارت القصة؟ ما انا كنت بالاسطبل لك يا خي عباس ما بتصدق اذا بقول لك قشطت المورينا من نص سقف على ظهرك لا على نص دين سنسة الظهر وصحتك صحة طب ما خي فهمنا هيدا الخبرية بدك ضلك تقولها طب شو بدك؟ لك يا خي بدي هيداك يجي ما هلا صار واصل ها هلا فريد نازل في مورينا وما مورينا شو ايش بك رايك؟ بالاذن بالاذن يا فريد شو بالاذن لوين رايك؟ على وين راح هذا؟ خليني خبر خبرية قول يمكن تنفلج فيها ليش خير اللهم اجعله خير شغل لي بالي فريد صار له كذا فترة هي شغل شو كل ما نجي لهون على المطعم بفوت 5 6 7 8 9 مرات على الحمام يا عباس بلكي معه سكري هيدا معه سكري هيدا بجيبه السكري لك شو بجيب السكري بركي عنده شيء من ال شيء من شو بركي اعوذ بالله ما تقولها شو فريد فريد شو ايش بك بيعمل هيك مرشح بيا شيء لك شو هو المبين شيء في شيء فريد لا, لا ما في شيء يا عباس شو ليكون عم ما في خبرك اكثر من هيك لا الله ولا فيلك ما تقولها اعوذ بالله هيدا فريد تربيت ابو رياض بعرفه ما بيعمل هيك خمس دقائق اجا اجا شو هذا فريد شو قصتك مثل البهلوان رايح جاي لك شي فريد عباس شو في عايزها الشاليمونه يا لطيف بدك اياها لا 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 ما معوزها ما معوزها ما تستعملها شو بدك فريد عباس لشو بيستعملوا الشالمونة بالحمام يا عباس؟ هقته مورط الورطة العجيبة مورط وخالص طب انت وين ما عم تكون معه بالنهار لما عم يروح ولا عم يجي؟ لما يجي نهار بفوت لك اخ 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 فريد عمال لك شوي طول بالك معلش معلش روق ما تتوتر روق يا فريد روق عباس شو فيه؟ شنطتي معك 100 دولار؟ أنا معي 100 دولار يا فريد شو بدك؟ معك 100 دولار؟ معي 100 دولار بس ليه عم تفجر جديدة؟ جديدة جديدة ال 100 دولار فريد معيها جديدة وحياتك معيها جديدة شو بدك ليه عم ليه هيك عم تفنجر عيونك هدي فريد تمام يا فريد احكيني كلمتين عباس الله لا يوفقك بتعرف لشو بيستعملوا ال 100 دولار يا عباس بلف فيها اذا ما طلعوا بالشليموني بلف فيها بيعمل لها عباس شوف فريد معك كارت كرودة بس عرفت شو القصة كلها معك كارت كرودة؟ معي هيتو هيدا هلا إذا خرم علينا معاوزه؟ ماني معاوزه أبدا هيتو هيدا كارت هيدا كارت حاجة شيف ممنونك يا كريديت بدي شوف شو بدي أعمل فيه لشو بدي يحوز الكريديت؟ هيدا بيقطعوا فيه هيك بزيحوه يا لطيف يا لطيف بلا فريد بلا فريد راح مثل ما كنت عم أقول لك عباس شوف إيه أنا ممنونك مرشح شيء؟ لا ما اشمي شيء لك ليه عم تعمل شو كاين عم إيه؟ فريد فريد شو اشبك؟ لازم اخدك على جمعية يعملوا لك إعادة تأهيل وينطفوك ما شو لنطفوني شو يعني سيارة تحطني بالطرمبة؟ أنت مبتلف ايه؟ مبلغ مبين علي عباس؟ مبين عليك ولو ولو يا فريد كل هالقصص ومبين عليك؟ ايه ملبسين اذا شافك بيعرف انك مبتلف بس ليش عم تقول لي اذا انا مبتلف بتاخذني عند جمعيات؟ ليه رجعوا يأهلوك فريد في جمعياتك كثير ما عندي اهلي انا هذيك المي ومرته ما بيعرفوا هيدا بده ينطفوا لك جسمك من اللي انت مبتلف فيه ما فيهم عباس ليش ما فيهم؟ لا تعال اقول لك جيت شو قصدك يعني مبتلي؟ مبتلي انت انت مبتلي يا فريد بشو مبتلي عباس؟ مبتلي بال هولي شو انا تاعي مخدرات يا عباس؟ ما عم تاخد شريموني وعم تفوت وتطلع وتنزل ايه يعني مبتلي بشو مبتلي؟ بالفلبينيات لك اي فلبينيات ما توخمش ما تخمر لي عقلي وحياتك لك اي فلبينيات هلا عشان تفوت تعمل جوا؟ ايه السر بضل عندك بعبك؟ بعبي بيرغمي لا تخبره حدا لا ما رح نخبر حدا شوفي هاني بفرجيك
ما طلب شيء غريب؟ شوفوا البنيات. وشو هذا عم ياكل لي بعقلي حلاوة؟ بكون عم بيضحك علي. علقان على الكبيرة مورط. عباس عطي جاسي. أنا مثلي بجاسي. هلا هي كانت جوا؟ ايه عباس. عم تفوت وتطلع لعندها؟ ايه ما هي بتشتغل هون. ما بصدقك. لا تخبر أجنس. بدي خبر أجنس. ما بصدقك. ليه؟ ليه أخذت الشريموني لكان؟ لأنه هي عم تشرب كانت أزوز ما بتحقق بدها تشفط. طيب هي مرقتها وال 100 دولار؟ 100 دولار بدها تشتري لها شي قطعتين ثياب بدي طارق نوار. والكريدت كارد؟ لأنه ما كفوها المصريات عباس. ما كنت طالع عم بتنفض هيك عم بتقول لنا لو في شي هيك. لأنه بوظتها قلت أنا بركي في شاي حمرا. شو بدك بوظتي؟ شو عم تعملي؟ كانت أكلي منقوشة بزعتر. يا لطيف. لحظة عباس أنت عم تتهمني يعني مبتلي بالبودرة؟ لأنه كل الأدلة ضدك كانت. لا يا عباس ما مزبوط. أنا إذا صمتت ما بحط بودرة عندي شروي بودرة بمناخيري. لا ما راح أخلص أنا بركي عم بشم أو شيء. أنا ظلمتك والله العظيم يا فريد. فكرت كل الحق عليك. لا تزت البلاوة علي. ما أنا لا تعمل لي فيها أنا وما أنا. ما أنت عم تجبني أول مرة على المطعم لهون وتعرفت أنا على جوزي؟ بلا أنا. يعني أنت اللي جربتني مرة تانية لحتى أرجع أشوفها؟ إيه أنا. يعني ما خصني أنا كل عقلي؟ لا ما أنا. لا تساوي لي فيها أنا وما أنا. طول بالك هلا ظلمناك ومنك السماح. أنا رح أخذها أخذها داي أوف. إيه شو؟ ضل ما عاد فيني آكل سفرجل. آكل سفرجل اسحبها وروح يلا. قومي جوزي ليسكو. لا تخبروا أجنس. ما رح نخبر أجنس. أنا أخذها داي أوف. ماشي نظبط من هون روحي لقلك. وين المصريات؟ 100 دولار والكريدت كارد وين صاروا؟ ولوين المصاري؟ الله لا يوفق. خي سينا بدك تعض شوي. اوكي فينا. بس انت قل لي اذا عم بيزعجك شيء فجأة. ابدا العضه. حاسس حالي خلقت عن جديد. خايف فجين طالعين كثير حلوين. ميرسي دكتوره. ميرسي. بس على بس معلوماتك يعني هول مش انه سيراميك او هيدا فيك تاكل اللي بدك اياه عليهم لانه هول سنين طبيعيات زرعتهم زرع. والله لكسر جوز ولوز عليهم. والبدك اياه فيك البدك. ميرسي كثير. سلامتك. الله يسلمك. اذا بحال عزت شيء. نعم. دغري اتصل فيي. اوكي. اوكي بس ان شاء الله ما بدعوز. دكتورة ساري بالاذن او حيكون عندك ناس او شيء ما شافولي. لك مين؟ بس بحبه كثير هيدا. لا تحبني ولا حبك، انا منيح اللي خلصت، عود انت خليها تشتغل فيك. اعطينا بعوسي. دكتورة ما تخليش بدي بعوسي. يا خي ما بدي بعوسي. بدك تبوسك حي. لا ما فيك. لوين لحقني لهون؟ كل شيء بحبه انا ليش ما ليك ابو عبد ليك؟ ايش يعني؟ مبروك كثير حلوين طالعين. شو عم بيضهم ولا مركبهم؟ بيضهم. بيضهم حاطط سنين اصليه كلهم من ورا. ترشرش. ترسرس كل شيء في سين شيء روح لهونيك. دكتورة حسبينا مشان بدنا نمشي. انا عندي ال معروف. لك ليش بدي احكي لك؟ عم مثل سنينه ليك من الاسنان. انا عندي سنين برانيات منجوعين بس زبا كان عندي سنين بجننوا لك دعانهم. كان عندك سنين؟ ايه هلا بنحط وجبه. ايه هلا شفته قبعت حك بلا سنين قبعناهم. بتحكي معه هيك هلا بيرجع بيطلبوا الاسنان. انا زرعت لك سنين ودراسه والورانيات زرعت لك اياهم الك. انا المتبرع. معك يا العد ناوي تبرع بشو؟ اعطينا المصريات دكتور. انا انعرض فيهم هدول 500 دولار انا على الدرس. لحظه استاذ لحظه تخبرك شغلي. لحظه تقول لك شغلي بلك انتبه لي عليهم كثير منيح. هول سنين مربيهم بالشبر والندر. ما بتاكل عليهم لا اشياء اسيه لا بخليهم ينكسروا. انا بدي اطلع عليهم وقت وقت وشوفهم. لا بدي بقهم. ما تبقنش ما تبقنش بقى ولك عرفني يا زلمه. لك العبا بقلبك انت. ايش في ايش حتى سناني يعني شو هاد سناني راحوا من هون صاروا هون. الا ما بقدر اعطيك المصري كل مره بكل شكاتش بده يبقهم. بس انا لما اشوفه لما شفته ماش بس انا دي تاتي تا هول ما بعرفهم بس انا بعرفه. عدول طلع يا شكل شايف. بدك سوغار؟ ايه بدك سوغار مع ال سكس إسبرسو؟ ما صايب ولا وحدة. ليه؟ بلش فيها. أول شيء إسبرسو. إيه ماشي. بعدين سكر بقولوا شوغر. ليش أنت بتقول سكر ولا شكر؟ سكر. سكر سكر خلصنا. لا ما بدي. أنت بدك؟ لا ما بدي أنا. طلع فيه. طلع فيه. جزء. عم تلعب فوتبول؟ إيه. محتال. أنت بس شو؟ أنا تريد ميل. نعم. عم بعمل تريد ميل عادي. تريد ميل ما سامع فيها. تريد ميل؟ ايه بركض على التريد ميل. تريد ميل؟ لا ما انا عم بركض ببعث ميل.
حبيبي عدول غير التريدميل. التريدميل التريدميل عم روح لعند دايتريشن. دايتريشن شي بياخد العقل. دايتريشن دايتريشن روبا الاسمر شو بتشتغل؟ دايتريشن وشو قلت انا؟ دايتريشن. والله عملت لي برنامجي عادي هيك ما احلينا مثل الريشي طاير. الله يطول عمره. عدول جاي هلا خبرك مبسوط قد الدنيا. ايه مزبوط. لقيت شغل. برافو. وبدي سافر. لا شو لكان؟ بدك تتركني يا عباس؟ لك شو بدي اتركك؟ بروح وبجي خلص هلا بنشوف اذا مزبطك معنا. طب شو؟ بتعرفني انا بروح على عراس؟ لا الله من عنده بس بده يعطيك بيعطيك. رحت حضرت عرس لواحد صاحبي. ايه هون عامله بهذا الاوتيل اللي تحت. ايه اخذ بولز روم يا لطيف. واقف واقف واقف. بولز روم. واقف حاج تعمي بول روم. شو طب بولز؟ لا بول بول. حرف بأسير؟ ايه والله. مهم عدود تعرفنا عليه للزلمه تحت بالصدفه وعملنا معه على الدغري. لا تاني يوم قال لي بتجي. رحنا مرحبا عادي. من اول قعده انت وياه صار في بيني وبينه لوكيميا. قد ما بدك عادي عباس. قد عباس تاخذ لا كيميا. كيميا انا قلت له كيميا. سوري عدود مزبوط هذه يعني اخذوا عطا. تيلي طبيز. تيلي طبيز. تليباتي. تليباتي ايه انتبيوتيك ما خص الانتبيوتيك. المهم عدول ايه قعدنا نحكي بالشغل. سمع قام شو قال لي؟ قلت له بالمعاش شو؟ ايه قال لي سكتش على بياض. كيف سكتش؟ حطه قدامه. شو سكتش؟ لك شو اشبك انت بتبطل كمان تستوعب؟ واحد بيعمل لك سكتش على بياض بيقول لك حط الرقم اللي بدك اياه. تشيك على بياض. تشيك على بياض انا قلت سكتش؟ ايه سكتش سكتش تشيك. طيب غلطنا بحرف مرق لي ماشي الحال. اوكي مهم قال لي بدك تسافر وبك اول محطه لندن. شركه كبيره عادي والله لها فروع كثير. حلو يا لطيف عادي. قال لي شو عامل باسبور؟ قلت له اوكي. قال لي لا بدك تغيره. ليه تروح تعمل هذا الباسبور الجيومتريك. بايومتريك شو خص بيو؟ مين بيو؟ انت عم تقول لي بايومتريك. هو الباسبور بايومتريك. جيومتريك بيو شو دخل بيو جيومتريك؟ لا لا بيومتريك بيومتريك بايومتريك جيومتريك الجبريك يا اخي. الجبريك ايه الجبريك مي عادي مزبوط هيدي بايومتريك مثل شو هي. المهم عملت الباسبور. عملته عادي. برافو. وحضرت ورق. قد ايه بصوا فيك الامن العام؟ يا لطيف يا لطيف ايه. اجى بعدين هو صار يقول لي انه بده نبذه عن حياتي وكذا وهيك. مزبوط بدك سي في؟ قدمت له السي في؟ لك شو بتقدم له اياه على اوراق؟ شو لك كان؟ اعطيته اياه على فيش ميموري. على فيش ميموري؟ ايه على فيش ميموري. فلاش فلاش ميموري. شو قلت انا فيش؟ فيش يعني راح. هيك جوعان عادي مشان هيك فيش. المهم إيه؟ المهم عطينا اياها وهلا خلال اسبوع برد علي خبر. يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. طعمينا شيء. بسطل لك والله. طعمينا شيء. شو عبالك؟ حسب مين بده يدفع. انا مثل العاده ماشي. موتزاريلا 6 6 بيجوا 6 هن. ما تفكرني هيك انا جاي من ورا اللفته. ايه شو كمان؟ وتحليه. تحليه فان كيك. فان فان كيك. في بس كيك هون. في بس كيك عم تتمسخر. بس كيك كبير علي بدي فان صغير بيجي هدي طام طولي مثل الفان. بان كيك اسمها. بان كيك بان كيك. شوف كيف بتنسي الواحد ينساك الموت. شو نسيتك ليش؟ عرفت على بنت امبارح. لا عم تحكي جان؟ عباس رح تطلع فيها رح تقول بتشبه حدا. هات لها شو؟ مش مسموح. لك هات لها شو؟ مين بتشبه؟ يا لطيف بريجيت بادارو. كأنها هي اللي راحت ولا اجت. بادارو؟ ايه هذه الممثلة الفرنسية بات شياح هذيك. لك عن جد بادارو شو اسمها؟ شو قلت انا لها؟ بريجيت باردو. باردو 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 كده. باردو يا قمر صاحبني على السهر كده هو. باردو يا قمر صاحبني على السهر كده هو. باردو يا قمر. اي سو يو جاكسس. اي سو يو جاكسس. اي سو اي سو يو جاكسس. اي سو يو جاكسس. اي سو I saw you. كنت عم شوف كابوس كبير. عم برجع بالذاكرة لورا لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي ماتوا. الباقيين هو انا وانت بدنا نشوف شو لازم نعمل. انا خايفه يا سمير. انت ما تخافي طول ما انت معي انا راح احميكي طول ما انا عايش يا سلوى.
سلوى سلوى أنا خايف، نحن خايفين أنا وياك. أنبوز يا أنبوز، ما بقى في غيري وغيرك يا أنبوز. سلوى راحت يا أنبوز، استفقت لها وأنا كمان. قولك مين هلأ؟ دور مين هلأ يا أنبوز؟ حنان مين بدها تطال؟ أنا ولا أنت؟ أنبوز خليني خبرك شغلي، بما أنه صرنا اثنيناتنا لواحد ما بقى في حدا غيرنا. أنا بحبك وما بدي أفقدك، فاضل أنه تقتلني لقالي قبل ما يطال ريشتك شوكي. لما رفقاتي قضوا الليالي، لما واحد ورا الثاني اتصيدتهم مثل العصافير، كنت عم بتفرج عليهم ومن جوا عم بتخزق. فما رح اسمح لهالشي يصير معك. أنبوز خلص ما تخاف يا أنبوز، ما رح تقدر لنا حنان، ما رح تقدر لنا حنان، ما رح مين جاب هالجتك لهون؟ هلا كنت انا هون ما كان في هالجثث كلها. مين جاب هالجثث كلها لهون؟ ليش جبت لي هون يا حنان؟ ليش جبت لي هون لهون يا حنان؟ لا عم نعمل الضرب فيه. عم بقلكم على الضرب. قول بايلك يا حرام. قول بايلك. شو الضرب؟ عن جد قطعتوني اسم بنك قلبي. عم نلعب على السلامة. وعليك يا اللي شفت لما لكيت هذا الاستشوار على رقبتي؟ كله كان تمثيل؟ كله. مثل الضروب اللي بيعملوهم هلا برمضان. يعني من قالك انا معلقه مصل يعني؟ ما انا حكيت يعني ما اقول كيف. اه يا مخرج اه جيش ملعون. طيب وين رزان؟ اه رزان ساخنه ما اجت على التصوير اليوم. لما بدا يتسنى، لما بدا يتسنى، حنان اعطيته اياها على فيش ميموري. على فيش ميموري. شو بقى نعمل اليوم؟ خاف خاف منك. معلم؟ نعم. بدنا نعمل العمايل انا وياك. حياتي هلا لا هلا زايدة كثير. شوفي عم بيتسمع حديثنا. ليك انا ما تطلع انه اكيد دايما. وصفك ما وظفني. ها
هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف.